مين وهو أن في المجموعة ثارت واحد السيدة واحد الموضوع وهو أن عندها ابنة تبلغ من السن 13 سنة. صرحت الأم ديالها بأنها كتبغي يعني في علاقة حب مع مراهق يعني في مثل سنها تقريبا. ولكن هنايا كنظن بأن الأمر جد عادي ما بين البنت وبنتها، ويعني بنتها مادام البنت صرحت الأم ديالها فهذا مكسب كبير بالنسبة للأم في نظري أنا. وكنظن بأنها شيء طبيعي جدا ان البنت تحب في هذه المرحله هذه العمريه، ولكن هو ما كيبقاش حب، كيبقى غير مجرد اعجاب وصافي، من بعد غتكتشف بانه ليس حب. هنايا دخل الاب، فهذه انا كنقول مساله ايجابيه مادام الام وصلت للاب، يعني هما كيتشاركوا في التربيه ديال الابناء ديالهم عادي جدا. ولكن الاب غادي ينفعل بواحد الطريقه اللي هي سلبيه، قال لك منع بنته من مواصله الدراسه وعدم الذهاب الى المدرسه لان باش ما تلتقيش مع الشخص اللي هي كتبغيه. جلسها في الدار. جلسها في الدار.